يا مهدي نحن الآن في العاصمة الهندية نيو دلهي، وتحديدا في مستشفى ماكس للجراحات التخصصية. صراحة يعني صدق فرحانة أنا، لأنه هالطفلة هذه الله نقذها من الموت. الآن هبطنا في مطار البصرة الدولي لإرجاع الطفلة آيات إلى ذويها وهي بصحة وسلام. هدية أهدي لأم محمد، أمشي لها من النجف الكربلة للحسين، والله بثوابها راح أمشي هاي السنة من النجف الكربلة بثواب محمد الروحة. قال النبي فداك أبوك يا زهرة يا زهرة، إن هدى البرايا بنوك يا زهرة يا زهرة. يا من رضا ربنا من رضاها يا زهرة يا زهرة، يا زوجة المرتضى في علاها يا زهرة يا زهرة. سيدتي إنك خير النساء يا زهرة يا زهرة.